السلام عليكم. شويه صافا الامتحان، قالوا بان دوزوا شويه، انا بنتي قالت لي شويه الحمد لله، واخا الامتحان كان شويه نقول لك على بورتي، ولكن كاينين شي حوايج اللي هما اصلا ما قراوهمش في المقرر، ما وصلوهمش، فهمتي؟ جاتهم قضيه شويه قاصحه. شويه شويه شويه، لا البارح كان عندهم الفيزيك، شويه صافا ما بين وبين، لونجلي مزيانه، لونجلي مزيانه البارح، واليوم في الصباح عاوتاني قصحوا معاهم شويه في المات. اليوم في الصباح كان عندهم المات صافا، قالت لك صافا شويه ما كملوش. دابا المشكله تعطيهم ثلاثه السوايع وعاطينو بزاف ديال لي كيسيون، ما تيكملوش ما تيكملوش لي كيسيون ديالهم، تيحيدوا لهم الوراق ما تيخليهمش يكملوا، تتصوني صافي تيحيدوا لهم الوراق. انا بنتي ما كملاتش، وكانت الحراسه مشدده بزاف بزاف، ما تيخليهمش يتفنفنوا من بلاصتهم، ما تيتحركوش نهائيا، واللجنه داخله خارجه عليهم. المهم اللي عطى الله غيبان، المهم هما راه دوزوا دابا الامتحان، عطى الله راه كاين في الورقه، هما راه داروا مجهود، انا ما نلومش بعدا بنتي، خدمات داكشي اللي دارت، اللي عليها راه دارته، فهمتي؟ اللي عليها دارته، والكمال على ربي سبحانه وتعالى، تندعيو ليهم ربي يكمل عليهم كاملين كاع الوليدات مساكن. المغرب العربي اللي كتسمى بعباس المفتاح، جات فسله. صراحة الامتحان ديال الماط كان شوية صعيب، واخا داكشي حنا قرينا، ولكن تحط بواحد الصيغة اللي مبدلة، كان شوية صعوبة، لقينا الصعوبة في الجواب ديال الأسئلة، والفيزيك حتى هو كان شوية في المتناول، ولكن واخا هكاك حتى هو كان تحط صعيب، يعني الواحد كيلقى صعوبة، ثلاثة السوايع ديالو ما كافياش بأنه يخدم داكشي كامل. واللونجلي تحت صراحه في المتناول، يعني كلشي يقدر يخدمها، واخا اللايتين اللي ما عندوش الفوكابيلار ولا سميتو هذا باش يخدم ما يقدرش يجاوب طاحت على اللايتين. على العموم مزيان، حاليا مزيان الحمد لله، يكون خير الواحد يطلب. المات شويه صعيب، ما فهمتش، دوزنا الفيزيك شويه سهل، ولكن المات صعيب. لونجلي شويه زعما الرايتين هو اللي ما مفهومش، فهمتي؟ الرايتين ما مفهومش. فيزيك صعاب بشحر، عطاونا الميكانيك، عطاونا ار اس سي وداكشي، ولكن فهمتي داكشي طوال ثلاثة السوايع ما قداتناش. هي القرايه داكشي اللي قرانا، داكشي اللي قرانا في العام كامل، ولكن داكشي صعاب زعما، ماشي هو داكشي اللي كنخدمو، فهمتي؟ السلام عليكم. المهم انا تلميذ تنقرا في مغرب عربي عباس المفتاح في سلا. المهم داكشي اللي داروا لنا في الوطني شويه كان صعيب، بعدا في الفيزيك بعدا حطوا لنا شي لعيبات اللي شويه، المهم بزاف ديال صحاب ازفيتي تيقول لك راه البيسي ديالنا تحط اكثر احسن من تحط زعما صعب من ديال البيسي، داكشي جا مزير اساتذه مزيرين، حتى واحد ماشي نقل. المهم داكشي واخا كتقراه فهمتي، تيعطيوك البارت اللي في الدرس اللي ما فهمتي ما تيركزش عليها بنادم بزاف، صافي تيخلطوا لك داكشي. المهم ما خدمناش مزيان فيزيك، اغلبيه ما خدمش مزيان فيزيك صراحه، داكشي كان طويل ما كافياش. واحد البنت كنعرفها قرايه، خرجت اليوم الصباح تتبكي من الماط، وقرايه وخرجت تتبكي من الماط على الوقت، كانت مشدده بزاف وما قدرناش لا نديروا لها لا ما كان والو، على ود الاساتذه ما خلاو حتى شي حاجه تدوز صراحه. ما متفائلش الا ما خدمتش فلسفه واسفيتي غدا ان شاء الله، راه ما متفائلش. عندي الاب بنتي تتقرا في البلاطو، ولكن اش نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. اش نقول لك، درنا لهم المراجعه، ما خلينا ما سولوا وتيقراو، كل ما كانوا شي يقراو نقولوا الدنيا هانيه، ما عندنا سوق زعما فيهم، ولكن العام كامل وتيدمروا وتيقراو وتيسهروا، وفي الاخر في الاخر منين جاوا عطاوهم شي واحد الامتحان اللي لا اله الا الله، قصحوا معاهم بالمعقول وخرجوا كاع كلشي تيبكي كلشي تيندب. شافوا السنه كامله مشات في هباء منثورا، مشات في تتقرا مزيان، كل ما كنتش تتقرا مزيان ما عنديش مشكله، ولكن ضروري الدعم اي واحد دابا، الدري من صغره هو دابا الدعم، ولكن الدعم وتتقرا، كون هي كان الدعم وما تتقراش نقولوا راه هي تندفعوها بشويه بشويه، ولكن الدعم وتتقرا وتتسهر هاد الايام، تتسهر مسكينه حتى 4 الصباح 5 الصباح وتتنوض كري، وفي الاخر منين جاو يحطوا ليهم الفيزيك مشحروا معاهم، المات شحروا معاهم، واش نقول لك، ختايا لا تحمق ليا ولا تمرض نفسانيه، يعني اغلبيه نتاع الدراري ولاو شفتهم مني ما تيخدموش مزيان تيمرضوا. و لا اله الا الله محمد رسول الله، شكرا لك.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على